في جلسة استثنائية عقد اجتماع مجلس الوزراء لا بد من قول شيء في هذا الاجتماع الاستثنائي، وهو أن الحكومة شرعت بالعمل منذ اليوم الأول وجاءت بآمال عريضة وطموحات بعيدة وخطط لإعادة التوازن لبلدنا في كل شيء. الرؤية الإصلاحية التي قدمتها الحكومة في الورقة البيضاء تكفلت بإصلاح الوضع الاقتصادي، فحققت نسب إنجاز عالية ومتقدمة شهدت بها التقارير الدولية قبل التقارير المحلية، وبالمناسبة أصدرت هذه الحكومة تقريرين سنويين. اليوم أطلق السيد رئيس مجلس الوزراء التقرير الثاني للإنجاز في هذه الحكومة، وهو تقرير رسمي وموجود. وحققت الحكومة بشهادة التقارير الدولية نسبة نمو اقتصادي غير مسبوقة. بدأت هذه الحكومة منذ بداية عملها بمحاربة الفساد، وبات معروفا إجراؤها، وها هي الحكومة في خواتيمها تواجه أكبر مشكلة وقضية فساد كبرى تتعلق بحساب الأمانات في دائرة الضريبة في وزارة المالية. الحكومة هي التي كشفت عن هذه القضية. أيضا هنا قضية أخرى كان فيها لغط كثير، وهي تتعلق بالمبالغ المالية المخصصة لمكتب رئيس الوزراء وقوامها 70 مليار. وللحسم وللاختصار نقول إن هذه المبالغ لم تصرف على الإطلاق، وهي بحسب القانون نصفها لهذه الحكومة والنصف الآخر للحكومة القادمة. وبما أن هذه الحكومة لم تصرف أي مبلغ منها، فرحل هذا المبلغ للحكومة القادمة.